مرسل ليك باش ما يقولش فيها انه العصبات الائتلافيه يجب ان تمر الى الشركات الرياضيه، واللي ما يدير الشركه الرياضيه ما غاديش يلعب مواسم ودائما كيكون بحال هكا. هما الشركات الرياضيه غير مشروع اليوم لا معنى هذا، يعني كشركه خصنا نشوف فيها الملعب المالي. الترميم القانوني يجب ترميم القانوني، اصلاح بعض المواد القانونيه فيها علاج اصلاح ضروري، ولكن ما نبقاوش مربعين يدينا، نمشيو في هذا المشروع هذا. إذا مشينا في هذا المشروع هذا تبقى تقول أن دابا هنا مفروض جميع الناس كتفضل كتقول لك العقود اللاعبين يتوقعوا من طرف الشركات الرياضية شأن مختارين مدربين معيدين بدنيين، يعني العقود كلية تبع ايش؟ تولي تبع الشركة. إذا هنا دخلنا في عقود عمل تبقى في مدونات الشغل متفقين تبعي معنا الإخوان؟ تبعي معنا شي شوية؟ إذا دخلنا هنا مدونة الشغل، وإذا دخلنا مدونة الشغل، شنو الأشياء اللي كتحيط بالشغل؟ هو ضمانة العميل أو المستخدم. إذا هنا نوقفوا على واحد الحقيقة، شنو هي؟ هو أن المدرب ولا المستخدم؟ معيد بدني ولا مستخدم؟ إذا هنا ما بقاش عندي وقف على هذيك الودادية ولا الجمعية ولا شي حاجة من القبيل. يجب ان وانا اقول هذا القدم انا السيد هذا انا ماشي مدرب ولكن معاه هو نعلن عن انطلاق مشروع تاسيس نقابه للمدربين. غادي تاسسوا نقابه للمدربين. علاش؟ لان قانون الشوط كيفرض هذا الشيء هذا. قانون الشوط كيفرض هذه المساله هذه ومن اجل حمايه المدربين انا غنديروا نقابه. علاش؟ انا يحس في نفسي شنو هو النقابه، شنو هو الدور ديالها، وشنو هما يعني المسائل المزايا اللي فيها. انا نعطيكم المزايا اللي فيها وغادي نخرج لكم من الميدان ديال كره القدم وغنمشي للميدان الفني. عندنا المصريين متقدمين عندنا في هادشي بزاف. الميدان الفني المصريين عندهم نقابه المهن الموسيقيه. هاد النقابه هادي شنو فيها؟ فيها المهن الموسيقيه كاملين. راه عندهم النقابه البناياتي، النقابه الدراكي، النقابه الطريري، النقابه الكوامانجي، النقابه الكره، النقابه ديال كل حاجه عندها نقابه ديالها. شنو الدور ديال هاد النقابات هادو؟ اقسم لك يمين وجي دراكي ما عرف منين انت من كازاخستان. والله ما تلعب في القاهره او شي مدينه اخرى اذا ما خلصتيش الواجبات عند النقابه وعطاوك الايدي. والله ما تغني الا ما دزتيش عند النقابه وخلصتي الواجبات بشحال غتخلص. اعطينا النسبه، اعطينا كذا، نعطيوك الاذن. حنا هنا كيجي كيغني كيجي حالات ولكن كيدافع. حنا عندنا مدربين هنا كيجيو من تونس، كيجيو من الدول الاوروبيه، كيتخلصوا كيمشيو بحالاتهم. مع الاسف انه العقود ديالهم التحويلات البنكيه ديالهم كنديروها قانونيه عن طريق مكتب عن طريق مكتب الصرف. ياك؟ وهذا ممكن باش كنستافدوا حنا من ديك الوداديه. ها هذا تبلوك. تبلوك كمدرب. واش نفعت الميدانية؟ من نوع عذاب، من نوع عذاب. اللي ليتيج اللي كيمشيو ليها المدربين، من المفروض انه يبداو في الميدانية هي الأولى، وحتى ما يحلوش المشكل ودي عند الميدانية، عاد يمشيو ليتيج. أين هو الدور ديال هاد الميدانية؟ أنا قلت لكم تذكروني شي خطرة سمعتوا شي اجتماع ديالها ولا شي جمعة ديالها ولا شي حاجة، أنه ملي تحصل عندها جمعية مؤثرة بطرف قانون 350. فين هي هاد الجمع العامة ديالها؟ فين هو هاد المكاتب ديالها؟ أين تشتغل؟ شنو هما لو بيلون ديالها؟ شنو هو؟ الآن جاء الوقت لأن ملي غندوزو الشركة اليوم نعلنوها كيف سيدي؟ عن إنشاء نقابة للمدربين في البلاد هذه إن شاء الله، قريبا سوف تزرع الترنو وغادي نخطرو النقابة اللي غادي نمشيو ليها إن شاء الله، والنقابة اللي غنمشيو ليها اللي كتبعو عليكم هنا أنه ما غنمشيوش نقابة لمسيسة أو تبع شي حزب. رياضي. لا نقابة ضروري تجي نقابة وطنية، ولكن نقابة وطنية اللي ما تبعتهاش.